بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. احنا لو هنبدأ التحكيم بهذا الشكل هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. محدش فينا هيسكت على حاجة، محدش فينا هيسكت على حقه، محدش فينا هنا في قناة النادي الأهلي هيسكت على حق النادي الأهلي. في المباراة السابقة، مباراة النادي الأهلي ضد الإنتاج الحربي، لم يتم احتساب ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس للجميع. بغض النظر عن نتيجة المباراة، كل اللي طالبت بيه بعد نهاية المباراة أن يكون هناك عدالة تحكيمية في كل المباريات ولكل الأندية. ولكن ما رأيناه أمس في بعض المباريات، وما رأيناه أول أمس في مباراة النادي الأهلي ومن قبلها مباراة النادي الإسماعيلي، حاجة الحقيقة تحزن وحاجة تزعل جدا جدا جدا. النادي الإسماعيلي برضو أصدر بيان على كابتن جهاد جريشة، وفوجئنا أن هناك البعض في لجنة الحكام أو رئيس لجنة الحكام الكابتن جمال الغندور قال أن الكابتن جهاد جريشة من أفضل الحكام في هذا الأسبوع. خلاص أوكي، كل واحد وله وجهة نظر، ولكن عندما يخطئ الحكم يجب أن يكون هناك عقاب، وعقاب شديد جدا 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 للحكم، زيه زي اللاعبين. لما اللاعبين بتخطئ كلنا بنقف وبنقول يا جماعة يجب أن يتم معاقبة كل هؤلاء اللاعبين. ولكن ما حدث في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي وعدم احتساب ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس. هتقول لي يا عم انتوا كسبتوا 4، يا سيدي احنا عايزين نكسب 5 و6 و10 و20. اديني حق حضرتك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، اديني حق حضرتك وبعد كده يعني شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. خلي الكابتن جهاد جريشة افضل حكم، خلي فلان الفلاني افضل حكم، خلي اعلان، اعمل اللي انت عايزه. ولكن ايضا مباراة الزمالك والمقص امس، ضربتي جزاء واضحين جدا 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 امبارح في مباراة الزمالك والمقصر. بالمناسبة انا مش بتكلم عشان الزمالك، انا بتكلم علشان في تحكيم غير عادل، في تحكيم غير عادل. ده احنا يا جماعة تاني اسبوع ده ولا تاني اسبوع لسه، ما هنعمل ايه بعد كده لما المباريات تكتر ولما المباريات تبقى فيها حساسية اكبر من كده.